بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المهندس إياد سليمان، أخذت كورس البي ام بي مع المهندس إيهاب شعبان في شهر مايو الماضي، والحمد لله اليوم قدمت الامتحان ونجحت within target، وبحب أشكره كتير على مجهوده ومتابعته المتواصلة، ولولا ما كنت كملت وما كنت سجلت الامتحان وقدمت، بس متابعته المتواصلة هي اللي كانت عبارة عن الحافز لي، فبحب أشكره كتير وبنصح الجميع إنهم يسجلوا وياخدوا الدورة معاه، لأنه المادة تقريبا بيعطيها بشكل مبسط وبيشرحها بجميع النواحي، وكانت مادة الامتحان تقريبا شبيهة كتير بالأسئلة الستة اللي أعطاهم لنا، وركزوا على أسئلة التوصيل لأنها إجت تقريبا كوبي بيست، وبس.